أنا رقية الغسرة من البحرين، عمري 26 سنة ورياضتي ألعاب القوى. بديت تمرينات ألعاب القوى من سنة 2000، كانت بداية النشاط النسائي في البحرين. أنا حلم حياتي أن أكون بطلة العالم، كان أحلى إنجاز عندي في حياتي هو وصولي لكأس الدوحة وفزت بالمئتين متر، فكان حلم الجميع أن بنت خليجية بحرينية تفوز بذهبية كأس الدوحة. أتمنى أن أكون قدوة للمرأة العربية، خاصة عربية ومسلمة ومتحجبة. مثلت المرأة في المحافل الدولية، في بطولات عربية وآسيوية وبطولة العالم وأولمبياد، فأتمنى أن يكون قدوة للجميع.